الذين يقول الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا قدرة له ولا علم له ولا إرادة له ولا 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 حتى جعلوه معدوما. كل ذلك لماذا؟ قالوا لو أثبتنا له صفات لمثلناه بالمخلوق، لمثلناه بالمخلوق. فقال الله لا سميع ولا بصير. قال لهم أهل السنة أنتم لما قلتم الله لا سميع ولا بصير حتى لا تمثلوا بالمخلوق السميع البصير، مثلتوا بالصنم الذي كان يعبده آزر الذي لا يسمع ولا يبصر. انتبهتم؟ يعني أنتم فررتم من أن تمثلوه بالمخلوق الذي يسمع ويبصر فمثلتموه بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. تورطوا، تورطوا صح؟ لأنهم ماذا؟ فروا من شيء فوقعوا بشر مما فروا منه. فروا من تمثيل الخالق بالمخلوق السميع البصير فمثلوه بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. تورطوا، فكروا قليلا فقالوا الله عز وجل لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا أصم. لماذا؟ لماذا يا معتزلة؟ لماذا يا جهمية؟ قالوا لأن إذا قلنا سميع بصير مثلناه في السميع البصير من المخلوقات، وإذا قلنا لا يسمع ولا يبصر مثلناه بالصنم. فالله عز وجل لا نقول أنه سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى، ارتحنا والحمد لله حتى لا نمثله بالمخلوق. قال أهل السنة أنتم وقعتم بشر مما فررتم منه، لأن الأصم ها الأعمى هذا لو ركب له سمع أو بصر لا صار سميعا بصيرا. يعني لو هب أن في شخص أصم أو أعمى في عينه مرض فأجريت له عملية جراحية فأبصر بحمد الله عز وجل، هذا أكمل ولا الذي حتى لو ركبت له سمعا وبصرا لا يسمع ولا يبصر؟ أيهما أكمل؟ الآن عندنا السميع بصير وعندنا واحد ها أصم وأعمى، وعندنا واحد لا يقبل السمع والبصر مثل الصنم، لو تركب له عين أذن جهاز سمعي جاء ما يسمع ولا يبصر لأنه غير قابل للصفة. انتبهتم؟ وإلا بهم أول شيء فروا بأن يصفوه بالسميع البصير، ثم مثلوه بماذا؟ بالأصم الأعمى، ثم مثلوه بمن لا يقبل، لا يقبل الصفة. فقال لهم أهل السنة أنتم وقعتم في الشر مما فرضتم. فقال تدري شلون؟ الله عز وجل موجود بلا إيش؟ بلا صفة، موجود فقط. قال لهم ما صنعتم شيئا، نحن أيضا موجودون، أنت موجود، فهل أنت مثل الله والله مثلك؟ سيقول لا، الله موجود وجودا يليق به. نقول له وقل سميع بصير سمعا يليق به. يعني ما استفدت شيئا من هذا النفي. فقال تدري شلون؟ أحسن شيء، الله عز وجل لا موجود ولا معدوم. حتى يرتاح، مما يرتاح؟ من هذا المرض الذي في قلبه، مرض الشك والريب، مريض. فشك بالله عز شكا عظيما حتى بلغ في الأمر أنه قال الله لا موجود ولا معدوم، وهذا أسوأ ما يمكن أن يقال. لماذا؟ لأن الوجود والعدم نعم وصفان متقابلان تقابل متضادين، وكل وصفين متقابل تقابل المتضادين عقلا، العقلاء كلهم يقولون المسلم والكافر وكل كل كله يقول ها لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. هل منكم من أحد والده توفاه الله عز وجل؟ كل آبائكم موجودون الحمد لله. طيب أنت ها طيب لو قلنا الأخ منصور والدك حي أو ميت؟
طيب لو قال لنا لا حي ولا ميت يا أخ منصور، الله العظيم ما يصير، حي أو ميت. لو قال لنا لا حي ولا ميت هل نقبل منه؟ جرب جرب قل لنا حي وميت، قل لنا والدك حي أو ميت. حي وما يصير، إما أن يكون حي ليس بميت، وإما أن يكون ميت ليس بحي. أما حي وميت لا يمكن. طيب الثانية التي لا يمكن، لا حي ولا ميت لا يمكن، لا يرتفعان لا حي ولا ميت، ولا يجتمعان حي وميت. إذن ما الذي يمكن أن يكون؟ ها، حي ليس بميت، ميت ليس بحي. أما حي وميت غير مقبول، لا ميت ولا حي غير مقبول. فهؤلاء ماذا يقولون؟ الله عز وجل لا موجود ولا معدوم. نقول ما يصير، كل العقلاء لا يقبلون هذا. أنتم قلتم المستحيل، والمستحيل لا شيء، ولا يسأله ولا يطلبه العقلاء ولا يرضى به العقلاء. بل الله عز وجل إما أن يكون موجودا أو معدوما، خلصني واحدة من ثنتين. أما تقول لا موجود ولا معدوم، نقول لو أنت والدك حي ولا ميت، سيكون والده إما حي وإما ميت، سيقول مفقود. طيب مفقود حتى لو كان مفقودا، مفقود حي ولا مفقود ميت؟ صح ولا لا؟ يعني حقيقة الوالد هذا إما أن سيكون أن يكون ميتا أو يكون حيا. أما حي وميت لا يمكن، ميت وحي لا يمكن. تذكر هذا، تذكر هذه الحركة. شوف المتقابلان تقابل النقيضين، لا يجتمعان يعني حي وميت، ولا يرتفعان يعني لا حي ولا ميت، وإنما يثبت أحدهم ويرتفع الآخر. إما ميت ليس بحي، وإما حي ليس ميت. أما حي وميت مستحيل، لا حي ولا ميت مستحيل. فهم بلغ الأمر فيهم من النفي من النفي من النفي، حتى وصفوا الله عز وجل بالممتنع الذي لا يطلبه العقلاء ولا يعقله العقلاء، حتى جعله لا حي ولا ميت، ولا سميع ولا أعمى، ولا بصير ولا أصم، ولا موجود ولا معدوم. هذا لا يمكن. ولذلك لو قال قائل الأسود والأبيض هل هم متقابلان تقابل النقيضين؟ نعم لا. في طيب هذا أسود ولا أبيض؟ لا أسود ولا أبيض، صح؟ فالسواد والبياض متقابل تقابل المختلفين. البياض يختلف عن السواد في شيء، لا أسود ولا أبيض أصفر، لا أسود ولا أبيض أحمر، لا أسود ولا أزرق، لاحظ. لكن الموت والحياة تقابل إيش؟ النقيضين. الوجود والعدم تقابل النقيضين. فلا يمكن أن يجتمع المتضادان المتقابلين تقابل النقيضين. بعض البدع يقول هل يقدر الله عز وجل أن يخلق إلها مثله؟ يقدر أو لا يقدر؟ يقول خلصني خلصني، يقدر أو لا يقدر؟ ماذا نقول له؟ نقول هذا جمع بين النقيضين، تريد أن يكون الله وحده لا شريك له، وتريد أن يكون له شريك. إن كان وحده لا شريك له ها فلا يمكن أن يكون له شريك، وإن كان له شريك فلا يمكن وحده لا شريك له. انتبهتم؟ لا يمكن أن يكون واحد لا شريك له وأن يكون له شريك. فأنت تطلب ماذا؟ الجمع بين النقيضين، المتقابل النقيضين. طيب هل يستطيع أن يخلق حجرا كبير كبير، حجر كبير لا يقدر عليه؟ يعني تريد أن يكون الله على كل شيء قدير وليس على كل شيء قدير؟ هذا عقل، هذا مستحيل، لا يطلب العقلاء. بل لو قلت لك قم وأنت جالس تقول هذا الشيخ الظاهر عقله فيه شيء، لأن إذا قمت فلست بجاهل، وإن جلست فلست بقائم. أما أقول أخرج وكن حاضر معنا، اذهب اشتري الشيء الفلاني لكن خليك حاضر هنا، تقول كيف؟ ها؟ حاضر، ما أقول اسمع، حاضر.
إذا ذهبت فلن أكون حاضرا، وإذا حضرت فلن أكون ذاهبا، واحدة من اثنتين. فالجمع بين النقيضين هذا مستحيل، هذا مستحيل. والله عز وجل إذا كان هذا يعني لا يطلب العقراء في المخلوقين، خليك حاضر واخرج برا، اخرج إلى الخارج واذهب وانت حاضر، قلت ما يصير. فكيف يقال في حق الله عز وجل على كل شيء قدير وليس على كل شيء قدير؟ واحد له لا شريك له وله شريك، يقدر ولا هل يستطيع الله أن يموت؟ ها، تريد أن يكون الحي الذي لا يموت وتريد أن يكون يموت؟ الحياة والموت، ها ما قلنا الآن؟ نعم، تريد أن تجمع في الله عز وجل وصفين متقابلين، تقابل النقيضين. الأخ منصور يقول يا أخي ما يصير، إما يكون والدي حي أو ميت، وهو أبو منصور رحمه الله، إما أن يكون حي أو ميت. تريد الله عز وجل يكون حي وميت؟ الله عز وجل إما أن يكون هو الحي الذي لا يموت، وإما أن يكون ميتا، فماذا تريد؟ تقول هل يستطيع الله أن يموت؟ إذا الله عز وجل مات والعياذ بالله كما يقولون، إذن كيف يكون الحي الذي لا يموت؟ هذا لا يمكن. فهذه يعني هذه كلها فلسفة أرادوا من وراء هذا كله المجادلة حتى ينفوا صفات الله عز وجل سبحان الله، مع أن هذا منافي للإيمان تماما. الإيمان أن تؤمن بربوبية الله وبألوهية الله وبأسماء الحسنى وصفاته العليا.